استبعد انه يطلع منه اي شيء عمل خير يعني للشعب السوري. احتمال انه جاي يكرروا لنا اياه مره وتنتين وثلاثه هذا السيناريو. متكاتفين مع بعضهم ضد هالشعب هذا. النظام على الاخير لازم يشيلوا لنا النظام، النظام لازم يغيروه، هذا النظام فاشل. والله برايي يعني انه بدي يغطوا عن جرائم الاسد. هيك يعني لجنه عالميه بدها تغطي عن جرائم الاسد عشان يتركوه على الكرسي، لانه هو بالاساس عم يمشي مصالح دول البرة. نظام فاجر يعني ارتكب مجازر اكثر مجزره، ما حدا قال له شو عم تساوي، كل اللي بوقفوا بيسفقوا له، لان حرب ضد الاسلام السنه فقط لا غير. من 5 سنين اللي عم يحققوا كيماوي ما بيعرفوا ينزلوا على الارض ياخذوا العينات يحللوها بالمخابر الاوروبي، بيعرفوا ايش ضربه الكيماوي، بس اجى وقتها هلا اجى وقت يضغطوا عليه بهالماده. اجى وقت يضغطوا عليه ان اليوم فتحنا لك قصه الكيماوي مشان ما حدا يطبق معه علاقات. كان ماشي مثل ما بدهم وعم يسلمون اول فالاول، هلا خلص ما هو ماشي مثل ما بدهم، بدهم يشيلوه ان شاء الله عن قريب ونخلص منه ونرجع على بيوتنا. النتائج هو مشان فرض سيطرتهم ان الدول المجاوره مثل تركيا ودول الدول عم يحاولوا يطبقوا العلاقات معه، اني ضغطوا عليهم، اذا طبقته معه راح تحمل العقوبات، مثل هو ضرب الكيماوي راح نحملكم العقوبات معه، ورقه ضغط. والله يعني ما اظن انه يطلع منا شيء، يعني حتى احتمال انه جاي يكرروا لنا اياه مره وتنتين وثلاثه هذا السيناريو. نتائج مجلس الامل مو الامن، الامل عرفت شلون؟ اللي اكثر مره صوتوا له، وهلا الدول العربيه عم ترجع تبعث له وصايا مشان يصالحوه، نتائج يعني عاديه وكلها بتميل للاسد. ما في، ما حيطلع منه شيء، امرهم فاضي يعني، قد ما نساو وقد ما نعملوه نحن حنضل صامدين باذن الله تعالى. وايد ايد وحده باذن الله. ما راح يطلع اي شيء ولا راح يصير اي شيء كالماضي. حبر عورة وثانيا حكي على الجرايد فقط وعلى الاعلان. الحل نتمنى من الله انه يشيله يقطعه، او نتمنى من الله انه هيك يسلط المرض على بشار واعوانه وازلامه وجيشه كمان معه. والله الحل انا بالنسبه لي يعني تنديد ان شاء الله، تطلع مظاهرات كلمه واحده ان شاء الله، ثبات على كلمتنا. الحل نرجع لديننا ولصوابنا ولله عز وجل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ما في حل ابدا الا اسقاط الاسد، ما ابدا. المستقبل باذن الله انه فتح المعارك، فتح الجبهات باذن الله بقوه شبابنا المجاهدين الصادقين على خطوط الرباط، هم من يغيروا الحل، هم اللي سوف يعني امل المسلمين في المحرر باذن الله.